استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السابع بعد المئة على التوالي، حيث قصفت طائرات الاحتلال خان يونس جنوب قطاع غزة. كما قصفت الطائرات الحربية مخيم جبليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 25,105 شهداء و 62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.